تحرير معسكر الشبيبة، وهذه جزء من ما اغتنمه قوتنا المجاهدين في غزوة القصاص لأهلنا في بانياس. كتائب أحرار الشمال بالاشتراك مع الألوية الأخرى. الله أكبر ولله الحمد. دبابة T72 كتائب أحرار الشمال غزوة القصاص لأهلنا في بانياس. الله أكبر ولله الحمد. تحرير معسكر الشبيبة بشكل كامل. وهذه هي غنائم أخوتنا المجاهدين. إن شاء الله سيتم تحرير معسكر القرميد قريبا بإذن الله، تمهيدا لتحرير محافظة إدلب بشكل كامل.